بسم الله الرحمن الرحيم. مولاي هشام السعيدي رئيس قسم التربوي بالعصبة المغربية لحماية الطفولة بجهة مراكش أسفي. نحن اليوم نحتفي بأطفالنا الأعزاء الذين هم في الحقيقة شرفونا وكانوا مصدر افتخار لنا في هذا الحفل. هنا مسارهم التربوي في مرحلة ما قبل التمدرس بحضانات ورياض للا أمينة التابعة للمكتب الجهوي للعصبة المغربية لحماية الطفولة بجهة مراكش أسفي. وإننا اليوم مع جملة من الآباء الأفاضل الأمهات الفضليات لا نحتفي بأطفالنا وهم في الحقيقة يغادرون مستوى ما قبل التمدرس إلى مرحلة التعليم الابتدائي متمنين لهم كافة يعني كافة النجاحات وإحراز النتائج المرضية عبر مشوارهم التعليمي المستقبلي. ونحن نشكر أيضا المربيات والأطر التربوية والمديرات التربويات وكل من ساهم من قريب أو بعيد والأمهات والأباء في إنجاح هذا الحفل وإنجاح المسار التربوي بحضانة ورياض للا أمينة التابعة للعصبة المغربية لحماية الطفولة متمنين لأطفالنا الأعزاء كامل السؤدد والنصر والتأييد والتوفيق في مسارهم الدراسي متمنين من الله تعالى أن نكون عند حسن ظنهم في البداية وعند حسن ظن السيدة رئيسة العصبة المغربية لحماية الطفولة بجهة مراكش وأيضا سمو الأميرة للا زينب الرئيسة الفعلية للعصبة المغربية لحماية الطفولة بالمغرب. فرحانين بزاف هذا الحفل ديال اخر السنه اللي وجدوه للاطفال ديال رياض للا امينه ديال العصبه المغربيه لحمايه الطفوله، وكنتمناو لهم النجاح في المسيره اللي بقات لهم ديال الدراسه ديالهم، وكان هذا نتمناو السعاده للاباء ديالهم بان الوليدات، الله يفرحنا بهم جميعا. لا ترونهم دائما قدمنا في القسم التربوي ان نكمل اليوم